البلديه في الاحياء اللي قدم العرض والتوصيات من طرف وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه اللي كانت في محلها عاود. احنا كاين بعض الانشغالات للفلاحين خاصه منتجين الحبوب في ولايه تلمسان وخاصه المنطقه الحدوديه لولايه تلمسان، المنطقه الجهه الغربيه هذه. حنايا دوك الفلاحين راهم يعانيوا خاصه مشكل الباسافون، هذا مشكل الباسافون اللي مؤخرا الدوله دوك دارت هذا القانون هذا تاع الباسافون اللي يقول خصكم ديروا الباسافون لي زونغري. وحنا الفلاحين هادو راهم يشغلوا الارض وراهم يخدموا، ما كانش الفلاح اللي يدي لونغري باش يمشي يديه يبيعه، وراه كاين الخندق اليوم، راه كاين الامن، كاين الحمد لله. احنا نسمو تقريبا مشاكل باش نسوقوا الانتاج تاعنا كفلاحه، نشريوه من عند الكوبراتيف ونديوه الاراضي تاعنا اللي جايه في الحدود. راه حنا نمشيو لهذا الباسافون، والباسافون حنا يعوقنا، ما نقدرش نزيدو خاطر تقريبا منتجين وباغي بخير البلاد ونزيدو نصيبو مشاكل ما فيهاش كونفونس، وكونفونس هما راهم داروا هذاك الخندق، هذاك الخندق يحمي الحدود. عاوتاني كاين واحدة أخرى باش تجيب البذور تاع من تحرك الزرع وتتحصد وكل شيء، عاوتاني دير الباسافون اللي تقريبا غادي يعاونوا الفلاح باش يعاونوه، ما عندوش ورقة نتاع السياليتيك وما عندوش لا كارت تاع الرقمنة. هذا الفلاح مازال ما سويناش العقار، راهم خرجوا عنده لجنات اللي خرجوا عنده هذه اللجان، مازال ما عطاوهاش العقد باش هذا الفلاح يقدر يدي هذه الحبوب ولا يدي لونكري ولا يزيد يجتهد ولا ما كانش. حنا واش حنا نطالبوا؟ نطالبوا المسؤولين اللي يهمهم الامر قطاع فلاحي سوالي وكذا يحلوا المشكله تاع الفلاح اللي ما عندهاش العقد باش يقدر يزيد الامان. كان اليوم لقاء في الدورة الاستثنائية تتمة للدورة يوم البارحة، وكان اليوم لأن اليوم ملف الري والفلاحة في لجنة الري والفلاحة والصيد البحري والسياحة والغابات على مستوى المجلس الشعبي الولائي، وكان اليوم الملف الذي تطرقنا إليه في هذه الدورة الثالثة المنعقدة لسنة 2023 وهو ملف مدى تنفيذ توصيات لليوم الدراسي المزمر يوم 23 يناير 2023 وتقييم موسم الحصاد والبذر وتقييم موسم الحصاد لسنة 2022-2023. وكاننا اليوم عدة توصيات التي تطرقنا إليها، منها تسهيل رخص حفر الآبار بالنسبة للفلاحين المنتجين للحبوب، ومنها كذلك تسهيل عملية اقتناء البذور واستفادة جميع الفلاحين من اقتناء عملية البذور للحصاد لهذه السنة. كذلك كان لدينا الحديث في عدة نقاط ونشمل منها مثلا التسهيلات التي منحها السيد رئيس الجمهورية للفلاحين المزارعين وخاصة في شعبة الحبوب التي تعتبر الشعبة الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة الجزائرية خاصة في ظل الخريطة الاستراتيجية ضد في حرب أوكرانيا وروسيا التي تعتمد عليها الدولة وخاصة في هذه الشعبة. كذلك تحدثنا عن تعويض جميع الفلاحين بالأسمدة والبذور، وكاننا اليوم الشرف مع السيد الوالي الذي أعطى أمرا باستفادة جميع الفلاحين باقتناء مادة البذور لمزاولة نشاطهم لهذه السنة. كذلك كاننا الحديث عن عدة نقاط منها الكهرباء الفلاحية، كذلك غرفة فلاحية ونقلها إلى أصحاب العقود الامتياز وكذلك أصحاب العقود في من الامتياز لتسوية وضعيتهم منذ سنة 2011-2012. وكان الحديث بالتماس من السيد الوالي في تسوية الأراضي بدون سندات، كان التماس له بتخفيف الإجراءات مثلا إجراء إيصال الكهرباء أو المورد المائي.